كريستال، اهلا وسهلا فيك بعيون بيروت. مثل كل نهار ثلاثه تعودنا بوجودك معنا باستديوهاتنا بعيون بيروت. مثل ما ذكرت ليليان، اليوم حديثنا راح يكون عن هشاشه العظام او الاستيوبوروسيس او ما يعرف بالدارج ترقق العظام. اذا بدنا نعرف شو هو الاستيوبوروسيس، كيف فينا نعرفه شو هو؟ للاسف بكلمه، هو المرض السايلنت ديزيز، يعني نحن ما فينا نحس انه معنا اوستيوبوروز. هيدا المرض رح يتغلغل بالعظام تبعنا ومع الوقت يزيد، واكيد يسبب لنا هشاشه العظام. هشاشه العظام هي لما الكثافه تبع المعادن بالعظم تبعنا بخفوا لعده اسباب، من بيناتهم اكيد العمر. هو اصلا مرض تبع الشيخوخه، يعني كل ما الشخص رح يكبر بالعمر كل ما هو معرض اكثر للاوستيوبوروز او هشاشه العظام. نعم، هيدي بشكل عام، وهيدا يلي بيصير وصاروا الكل بيعرفوا انه مش بيوقع الرجل او الامراه المتقدمه بالسن وبيكسر وركه، بالعكس بيكون وركه هو يلي انكسر او فك وبيوقعوا بالتالي. صح، هيدا فيما يخص كبار السن، ولكن فينا نعتبره يعني مرض قائم بحد ذاته مثل مرض السكري، مثل امراض القلب او امراض ثانيه، ولا عم نسميه مرض صامت بس هو اقل من هيك؟ هو لا، بالعكس كثير مهم وعم بتزيد خطورته واهميته، لانه عمر الاشخاص عم بيزيد، يعني كل ما نحن عم نعيش اكثر اكيد هيدا الشيء رح نشوفه اكثر. واهم شغله هو مش بحد ذاته، هو منه شيء هشاشه العظام او منه مرض بحد ذاته، هو مشكلته خطوره الكسور. هيدي اخطر شغله نحن رح نشوفها، يعني اللي عدم العالم اللي بتتحرك كثير وعدم العالم اللي ما بتمارس رياضه كثير. ما خص هيدا الشيء، الكسور هي لما الشخص رح يكسر نوع من العظم تبعه. اكثر الاعظام او العظم المعرض انه ينكسر هي العمود الفقري، هو المعصم، وهو الورك. مش هيك، هدول هن ثلاث المناطق اللي نحن بنعمل لهم تيست تنشوف قد ايه في عنا معادن او كثافه بالعظم. هي من خلال الصور يلي بتنعمل، ولا في كمان فحص بالدم ممكن يبين اكثر؟ في كثير قصص كمان بالدم بتنعمل، مش رح فوت بان ديتيلز لانه اكيد الطبيب هون لازم يفسر اكثر كيف بنعرف اذا الشخص عنده اوستيوبوروز ولا لا. وكمان في عنا الصوره اللي بتنعمل على هدول الثلاث مناطق اللي هن اكثر شيء بكون الشخص معرض انه ينكسر. فالاوستيوبوروز مشكلته هي خطوره الكسور، لانه من بعد الكسور في عنا مشاكل كثير صحيه رح يعاني منها الشخص، حتى كمان الموت. رح نعطي كمان ارقام انه معقول يقدر يوصل. بالحديث عن الارقام كريستال، اذا بدنا نحكي يمكن عن احصائيات انعملت في لبنان وفي دول العالم عن هذا المرض، عن ترقق العظام، قد ايه تقريبا يعني بالعالم في ناس عندهم بيعانوا من هذا المرض وفي لبنان تحديدا؟ صح، كل شخص عمره اكثر من 50 سنه، للنساء عندنا مره على ثلاثه بتعاني من هشاشه العظام، اما الرجال واحد على خمسه. يعني النساء اللي معرضة أكثر، ولكن كمان الرجال معرضين، بس واحد على ثلاثة هو رقم كتير عالي. مشان هيك إيه، هو واحد من يعني الأمراض الخطيرة مثل السكر وأمراض يعني القلب وغيره. نحن هلأ ثلاثة لا سمح الله، يعني بيكون شخص واحد من ثلاثة. بس اللي كمان بمتابعة للإحصائيات أكيد رح تذكري بعد، قبل كان يقولوا واحد على عشرة للرجال، كأن الرجال كمان زادت نسبة الإصابة عندهم. صح، يعني شو ما بدا لعدة أسباب، اللي هن الأسباب اللي نحن رح نعددها، اللي هي بتزيد من خطورة ترقق العظام، وبذات الوقت لأنه العمر أو الإسبيرانس دو في زادت مع الوقت. فلذلك يعني بيصير الواحد معرض أكثر إلى ترقق العظام. صح، ذكرتي هلا إنه بدنا نعدد شو الأسباب للإنسان بيصير معه أوستيوبوروسيس، إن كان للإمرأة أو إن كان للرجل. صح، شو هن عادة الأسباب؟ نحن هدول الأسباب كثير كتار، بنقسمهم لأسباب فينا نشتغل عليها وعوامل ما فينا نشتغل عليها. العوامل اللي ما فينا نشتغل عليها هو العمر، اكيد كل ما الشخص رح يكبر بالعمر كل ما هو معرض اكثر للاوستيوبوروز. النساء بحد ذاته، النساء معرضين اكثر من الرجال. حقيقه هي، خلص حقيقه ما بنغيرها. الوراثه ليه؟ لانه كثافه العظام عندها هي اقل من كثافه العظام عند الرجال. أوكي. بس بين هلالين، هل المراه المنجبه معرضه اكثر ولا لا؟ لان بيقولوا دائما الاطفال بياخذوا من صحه الام. هي بالعكس، المرأة من بعد سن من قطاع الدورة الشهرية، صح، عند المينوبوز هي معرضة أكثر، لأنه رح نحكي كمان هو نوع من الأرمان هو اللي بيساعدها للمرأة إنه يحمي لعظامها اللي هو الأستروجين. فمن بعد انقطاع الميعاد الأستروجين بخف عندها، فهون بتبطل محمية مثل قبل،
من هون واحد هو من العوامل اللي ما فينا نغيرها. عند المينوبوز المرأة معرضة أكثر يصير عندها هشاشة العظام. ولكن في نقطة مهمة قلتيها، عند المرأة الحامل لازم تأمن الكالسيوم والفيتامين دي اللي هي بحاجة لها تما يكون ابنها عم بياخذ من الكالسيوم تبع دامها. في كمان أسباب تانية من بعض الأمراض مش رح فوت بالديتاي تبعها، ولكن هيدول الجروب اللي ما فينا نغيرون اللي لازم نعرفون تننتبه أكثر بركة على القصص اللي فينا نشتغل عليها. بس كريستال يعني في كتير عالم بيصير معهم ترقق عظام من ناحية الوراثة، مثلا إذا الأم معها أو صح الست معها. صح، أنا ولدت ستة معها فأمي عملت ترقق عظام لذلك، يعني هو فيه الوراثة بتلعب دور يعني، وقد اللي عنده بالبيت لازم ينتبه وشو لازم يعمل؟ هو واحد من العوامل أكيد بيجي دائما من عند الأم، يعني دائما بننتبه إذا الوالدة هي كان عندها أوستيوبوروز ولا لا، فهو عامل مثل هيدوليك العوامل اللي عدتها أساسي وكمان لازم ينعد. كيف وراثة من الأم؟ من الأم ومن البي ما بيكون هو أكثر يعني بشكل عام، هو بشكل عام وراثة. بنعرف سرطان الثدي بنطلع على عائلة الأم، بس انه كنا مفكرين هو لانه المراه معرضه اكثر، فاذا امها الام البنت عندها هشاشه العظام هي معرضه اكثر، فهو اصلا الرجال عنده نسبه اقل انه يكون معرض، مش هيك دائما بنطلع على عند الام. كريستال فينا نتفادى بهالطريقه اذا عرفينا انه بالوراثه، يعني قبل ما نوصل لنصير مثلا لتقطعنا الدوره الشهريه او نكبر بالعمر، شو صح الطريقه نتفادى؟ هيدول اللي رح نحكي عنه اللي هن الاسباب او العوامل اللي بسببوا او اللي بيزيدوا منها هشاشة العظام، بدهم يشتغلوا عليها نقطة ورا نقطة تيكونوا عم بأمنوا كل العوامل الحسنة ويلغوا من حياتهم العوامل السيئة اللي بتأثر على العظام. أكيد في عوامل سيئة، لو كان واحد عم ياخذ فيتامينات لازمة، لو كان صح عم ياخذ كالسيوم كما يجب، أو حتى عم ياكل، بس في شيء بيروحهم يعني، أو هيك بنسمع إنه ساعتها ما بتستفيدي. يمكن بعض المعتقدات بيقولوا إذا أخذتي حبة الكالسيوم لو عم تاخديها أنت مكمل غذائي وشربتي قهوة بيروح مفعولة، أو أكلتي شيء فيه حديد بيأثر على امتصاص الجسم، قد إيه هو الحقيقة؟ أكيد كتير مهمين، وكل عامل بحد ذاته هو مهم ولازم نشتغل عليه. يعني إن كان الكالسيوم لازم نعرف نحنا شو هن القصص اللي بدهم يخففوا من امتصاص الكالسيوم بالجسم، الفيتامين دي من أي مصادر عم ناخدها، نحنا بنعرف كمان إنه الفيتامين دي بنشوفها من أشعة الشمس ومن الأكل، كل هدول القصص ساعة الساعة اللي رح ناخد فيها المكمل الغذائي، هل لازم ناخد مكمل غذائي ولا لا؟ في كتير أسئلة، كلهم في منهم أكيد معطيات مضبوطة، بس في قصص أكيد رح نوضحها ستيب باي ستيب. خلينا نبلش فيهم تا نستفيد من الوقت. أوكي، هلأ العوامل بدنا نشتغل عليها، بدنا نبلش بالطريقة الأكل. يعني في الكالسيوم، الفيتامين دي والبروتينات اللي تتون بيشتغلوا سوا، ما فيني أنا استفيد من الكالسيوم من دون ما اخذ فيتامين دي. أوكي، يعني اذا كنت عم بامن هيدي الحبه الكالسيوم كل يوم وانا قاعده ومبسوطه، لا، اذا مني مامنه فيتامين دي امتصاص الكالسيوم ما بيصير، والكالسيوم ما بيتثبت بالعظم من دون الفيتامين دي. فنحن بدنا نامن كالسيوم فيتامين دي وبروتين باكلنا. الكالسيوم اكيد بده يجي من المشتقات الحليب والحليب وغيره كمان من المصادر للاشخاص اللي ما كثير بتحب الحليب او كان بدي اسالك انه في كثير عالم ما بتحب الحليب. صح، رح نحكي كمان شو فيهم يعملوا او ما بيقدروا يهضموا الحليب. صح، حتى يعني عندهم مشاكل بالمعده. مزبوط، هدول الاشخاص فيهم ياخذوها من هالمصادر او من مصادر نباتيه، في عنا البروكولي، في عنا الملفوف اللي بيجي فريزي، في عنا السردين، خاصه السردين اللي بيكون معه العظمه الصغيره. مزبوط، لانه هي اللي بتحمل الكالسيوم. بيقولوا اللوز فيه كومبوزيشن اللوز هو واحد. مزبوط، قد الكميه اللي ممكن تغنينا عن كبايه حليب؟ يعني انا من الاشخاص ما بشرب حليب. علبه السردين إذا فيها أربعة هي حتى أكثر من كباية الحليب. كالوز، كالوز تقريبا 10، فيها كمية تقريبا 3 أرباع كوب اللبن أو شريحتين من الجبنة، يعني فينا نحن ننقي واحد من هيدول القصص ونشتغل عليها. ما بنكون كمان عم نفوت كثير مثلا إذا لوز بنصح مثلا بخافوا ياكلوا كثير لوز بيقولوا لك أزبط إنه ناخذ كاسة لبن أو لا أو مش هالقد مش هالقد فارقة، لا مش مثلا كباية الحليب قد الشريحتين من الجبنة قد 3 أرباع الكوب من اللبن. إذا نقينا واحد من المصادر أكيد لازم يجيبون خالي من الدسم أفضل تحت نكون
عم ننتبه على الوحدات الحرارية وناخد الكالسيوم. وهون أكيد يعني الخالي من الدسم أو كان كامل الدسم بيعطي نفس كمية الكالسيوم. طب إذا أخذنا هاللوزيت أو أخذنا شو ما كان وشربنا فنجان القهوة، أنا عم علق على الفكرة لأن تقول أنا ما بتروق وبقول باكل شوية لوز بس بشرب قهوة، صح. شو بكون عم بعمل؟ هلا في كتير قصص بأكلنا بيقدر يأثر على امتصاص الكالسيوم، من بيناتهم الكافيين لما بيجي كان بالقهوة أو بالشاي أو حتى بالمشروبات الغازية اللي بتجي على كولا. هيدول المصادر مرات عم نضطر نحط بالحليب كافيين. نحن بنقول احسن نجيبهم ديكاف يعني من دون كافيين للقهوه اللي عم نزيدها على الحليب، بس ممنوع. ولكن اكثر دراسات فرجت هي انه بتشيل نسبه ضئيله من الكالسيوم، فبعده أوكي. افضل نحن نشرب كبيه الحليب مع الكافيين ولو اخذنا او خسرنا بعض من الكالسيوم بعده افضل من ما نشرب حليب بالكامل. اوكي، دونك افضل شيء اكيد إن نشرب الحليب مع ديكاف. إذا ما اضطرين وحابين إنه ناخذ هالقهوة ناخذها معهم بعده أحسن من إنه ما نشرب الخالص، في أشخاص ما بحبوا طعمة الحليب. صحيح. كريستال، بالنسبة للفيتامين دي مثل ما حددت إنه الكالسيوم تفصلنا عنه حكينا، الفيتامين دي اللي هو معروف إنه بدنا ناخده من أشعة الشمس، طب الأشخاص اللي ما بيقعدوا كثير بالشمس أشغالهم لنقول بالمكاتب أشغالهم تحت الأرض أو حتى ما عندهم الوقت الكافي إنه يقعدوا، كيف ممكن نقدر نستحصل على الفيتامين دي؟ أوكي، الفيتامين دي هي أو البشرة تبعتنا راحت فبركه من خلال اشعه الشمس او فينا ناخذها من الاكل، هن اثنين مهمين. هلا مش بس الاشخاص اللي بتشتغل تحت الارض او ما بتشوف اشعه الشمس، هلا فيهم يرجعوا يعوضوا عن هذا الموضوع قد ايه تقريبا لازم يقعدوا بالشمس، تقريبا شي نص ساعه بنهار من 5 لنص ساعه مرتين بالاسبوع، وهيدي النقطه بالذات كثير عملوا دراسات عليها وما قدروا كثير يعملوا دراسات. ليه؟ لانه بنعرف بالمقابل لما نشوف الشمس نحن معرضين اكثر لمرض الكانسر ولا انه نخلي البشره تبعيتنا تشيخ اسرع، مشان هيك ما قدروا كثير يفوتوا بقد ايه نحن لازم نقعد بالشمس تنقدر نفبرك الفيتامين دي من دون التعرض للكانسر تبع البشره. بنقولوا وقت قليل يعني ساعتها الواحد تقريبا بس بيقولوا اكثر العظمه يلي هي عظمه الرقبه حسب هي ما او الايدين مع الرقبه مع الوجه كافيين تقريبا من 5 لنص ساعه مرتين بالاسبوع، ولكن هدول اتفقوا عليه تقريبا قد ايه لما بدهم ينصحوا البيشنت. بس الغريب ايه، بس الغريب انه نحن بمنطقه الشرق الاوسط يعني منطقه فيها كثير شمس والدراسات بتثبت انه عندنا نقص اكثر من بلدان اوروبيه او امريكيه. مزبوط، سؤال كثير حلو هذا كان بدي اقوله، كثير مهم ولازم نعرف انه اذا نحن عندنا شمس هذا ما بيعني انه نحن رح نفبرك فيتامين دي، لانه اول شيء فيه يكون عندنا مشكله بال كيف نحن بنفبرك الفيتامين دي، كيف بنقعد مثلا لانه الشمس كثير قويه مرات ما عم نشوف الشمس، يعني مرات بنشوب لانه الشمس قويه فما عم نقعد وقت كافي، بنقعد ورا الازاز بالاي سي، مزبوط شفنا الشمس وعدين بتقص فيه شمس مفهول. ولكن الشمس ما بتقطع ورا الازاز، الشمس ما بتقطع ورا الاكران توتال، لما يكون الواقع الشمس اكثر من 8 درجه ما بياخد. سو نحن بنستعمل هدول القصص وبنقعد ورا الشباك على الايدين، يعني بخافوا كثير الستات من التجاعيد. مزبوط، والتشيت مزبوط يعني. فنحن لانه عم نستعمل هدول القصص وبزياده كمان اكيد وراثه وطريقه نحن الفبركه تبعتنا للفيتامين دي بالجلد تبعتنا منا اذا بدك اوبتيمال، انه منا الماكسيمم اللي نحن فينا نستفيد منه، فمش دائما اذا في شمس يعني نحن. طب شو التعويض اللي بنقدر هون مثلا نعوضه عن الشمس؟ من الاكل، من الاكل او فينا ناخذ حتى حبوب معينه مثل ما حبيت الكالسيوم. دائما بنلجا للاكل حتى للكالسيوم، بنقول لازم نلجا للاكل للنساء تقريبا اكثر من عمر ال 50 او حتى ال 60، بنقول لازم ياخذوا 1200 ملي جرام من الكالسيوم بالنهار لازم يكونوا من الاكل، اذا ما تامنوا من الاكل ينأخذوا من متممات غذائيه. كرمال الفيتامين دي ذات الشيء لازم ناخذها من الاكل، موجودين بالاسماك المدهنه، بزيت السمك، بالكبد او الطحال، حتى كمان موجود بصفار البيض، وعندنا مصادر نحن زدنا لها فيتامين دي من خلال المعامل يعني الحليب ومشتقاته، نحن زدنا له فيتامين دي بيكون مكتوب مدعم بالفيتامين دي. هون فينا ناخذ فيش اويل، لنفترض انه الواحد ما عم بياخذ كافي من الفيتامين صح دي، بالفيش فينا اويل ناخذ السبلمنت فيش اويل نتاكد بس يكون فيه فيتامين دي، مش أوكي. يكون عم ناخذ بس الاوميجا 3 تبع الفيش اويل، يكون عن جد فيه الفيتامين دي والاوميجا 3. من اي عمر لازم نبلش ناخذ هيك حبوب كريستال؟ ما لازم ناخذ حبوب، لازم نحن ناخذ الاكل
اذا ما عم نأمن اكلنا وعملنا فحص دم وشفنا الفيتامين دي ساعتها هون بدنا نستشير دائما الحكيم او اختصاصيه التغذيه قبل ما ناخذ هدول الفيتامينز. اللي ساعتها بيقرروا صح، لانه الفيتامين دي لازم نعرف انه بيتكدس بالجسم، كترته مضر، يعني بيصير توكسيك مثل الفيتامين اي والاي والكي، كترته مش مثل الفيتامين دي بيروح بالبول. الفيتامين دي بيتكدس اذا كميه كبيره بيصير يضر، مش مثل الفيتامين سي قصدك اللي بيروح بالبول. لا، البي والسي اثنيناتهم بيروحوا بالبول، بينما الاي دي اي والكي بيبقوا اكثر. مشان هيك حتى الاشخاص يلي بحطوا لهم دم لسبب او لاخر دائما حتى بحطوا لهم ماشين تسحب الكالسيوم الزايد، لان ساعتها بيكون في عواقب سلبيه على الصحه، يعني كثرته ما يفكروا انه منيح، قولوا على صحه السلامه بدي اخذ. بحاله تكدس شو بيصير؟ بيتسمم الجسم ولا في عوارض ثانيه بتكون خطره؟ صح، مثلا الكالسيوم اذا كثير زاد بالجسم او لما ناخذهم اكثر شيء كمتممات غذائيه، توضح يعني ولا مره نحن رح نقدر نوصل لكميه عاليه من وراء اكلنا، يعني ولا مرة الأشخاص يخافوا أنه مثلا إذا أكلنا كثير أسماك مدهنة، إذا أكلنا كل يوم شيء فيه فيتامين دي معقول نوصل للماكسيموم. الأكل العادي هي من الحبوب، مثلا كمية عالية من الكالسيوم فيها تعملنا بحث اوكي كالكول رينو، فهيدي مشكلة تانية فينا نوقع فيها. مش هيك دائما بنقول مع الكالسيوم نشرب مي كثير، ما ناخذ الكالسيوم مع الفيتامين سي لانه كمان بيقدر يزيد لنا من هدول الكالكيول. يعني في كثير مشاكل صحيه بتفوتي فيها. هيكون حبه كالسيوم وكبيت عصير ليمون مفكر انه عم نعمل صح. مزبوط. او هيدا الحبه اللي بتنأخذ كالسيوم مع فيتامين سي، مش رح نقول شو اسمها، بس كلهم مع بعضهم نحن اللبنانيه او حتى ندمجهم تحت انه نفكر حالنا انه عم نتذاكى يمكن على الحكيم او على اختصاص التغذيه اذا قالنا شيء. اذا بدنا نحكي عن طبعا يعني البروتين اخر شيء كنا قلنا، بلشنا اول شيء فيتامين سي كالسيوم فيتامين دي، البروتين كيف ممكن نستحصل عليه للبروتين، وهل فينا ناخذه كمان بقصص مثلا حبوب او لا بالاكل الطبيعي؟ اوكي، البروتين كمان اساسي، بنفكر نحن بس هشاشه العظام كالسيوم وفيتامين دي، لا البروتين مهم. كميه قليله من البروتين بتعرض الاشخاص خاصه النساء لهشاشه العظام، لانه ما ننسى انه العظمه كمان مش معموله بس بالكالسيوم، معموله من البروتين. فاذا نقصنا بروتين عظامنا مش رح يكونوا شديدين او قوية. بس البروتين بينأخذوا من الأكل. نجرب نركز مش بس على اللحوم، على الدجاج، على الأسماك، وحتى على المصادر النباتية مثل الفول والحمص والعدس، لأنه فيهم كمية البروتين. واللي ما بيأكل هيك أكل كريستال مثلا عنده مشكلة فيجيتيريان مثلا، أو فيجيتيريان مثلا، أنا عندي مشكلة مثلا بمصارين ممنوع عن كل الحبوب، كيف بقدر عود هون؟ بدك تعودي أنت باللحمة أو بالدجاج أو بالسمكة، بس الأشخاص النباتية اللي ما بياخذوا هيدي المصادر هن رح يستفيدوا بالعكس مش مثلك من الحبوب والفول والحمص. بيكفيهم ساعتها اذا حبوب يعني هو مفروض يكفيهم اذا عم ياخذوا حبوب، اذا عم ياخذوا كمان في منهم منهم قاطعين المصادر الحيويه بياخذوا سمك مثلا، بيض بياخذوا، بيض بياخذوا سمك، في منهم بياخذوا حليب ومشتقاتهم. فكل كيس اذا منهم بس شاملين كل المصادر الحيوانيه هن بيقدروا يامنوها، ومشان هيك دائما الكيسز من هالنوع دائما بنطلب منهم انه يشوفوا اختصاصي التغذيه بس تيتاكدوا انه كل شيء مامن باكلهم، بيعرفوا من وين مصادر البروتين تيقدروا يمشوا بهيدا الاتجاه من دون ما ياثر هيدا الشيء على صحتهم. يلي بيجربوا يعوضوا من خلال الصويا، بما انه هلا عم نحكي عن البروتين وعن الحليب وعن كل بيقدروا، هل بيوازي الحليب العادي يلي الصويا بدنا نفكر فيها على شغلتين، كرمال البروتين وكرمال الكالسيوم. بيقدر للأشخاص اللي ما بحبوا الحليب، اللي ما بحبوا المشتقات الحليب، واللي ما بحبوا او بيضايقوا من الحليب لانه بيعملوا النفخه، نحن بنعرف بالحليب في لاكتوز بيعمل غازات، يعني غازات اللي هو من وراء اللاكتوز لما بنهضمه بيعملنا غازات، بينما حليب الصويا ما فيه لاكتوز ما بيعملنا غازات، فهو واحد من المصادر المهمه لهيك اشخاص. بس نعرف انه فيها نتفه كالسيوم اقل، يعني مع انه اول شيء لازم ننقي حليب الصويا المدعم بالكالسيوم، لانه الصويا هو ما فيه كالسيوم اصلا، هو مندعمه ومنحطه بقنينه حليب. ولكن دراسات جديدة جدا فرجت انه المواد اللي عم نحطه بقلب حليب الصويا اللي هو رح يعطينا كالسيوم بيبقى بالكعب تبع الأنيمة. فأول شيء لازم نخدها كتير منيح،
وحتى لو خديناها كثير منيح مرات كميه الكالسيوم اللي رح نمتصها منا قد المكتوبه على القنينه، مش مثل الحليب. فبليز انتبهوا، اشربوا كميه شوي اكبر اذا بدكم تتعدلوا الكالسيوم من الحليب، او كمان خذوا غير مصادر مثل السردين او اللوز او البروكولي او الملفوف اللي حكينا عنه. بدنا نحكي عن البروتين دايت او بروتين دايت يلي هلا غازي الدنيا، ما بعرف قد ايه ممكن كمان يكون سيئاته على العظم بشكل مباشر. مزبوط، نحن كنا عم نحكي انه البروتين لازم يكون اساسي باكلنا، لانه هو اذا نقص بجسمنا بيقدر يعرضنا اكثر لهشاشه العظام، ولكن بدنا نلمح انه كميه كبيره كمان من البروتين بخلينا انه نخسر الكالسيوم بجسمنا، يعني ما لازم كثير نحن ناخذ كميه عاليه، لانه البروتين هو اسيد، لما بفوت على جسمنا وبجرب جسمنا يشيل هالاسيديتي العاليه بده يجيب الكالسيوم، لانه هو بيجي بيعمله مثل بيعمله نيوترال، فعم بيروح الكالسيوم حتى يعمل البروتين نيوترال وما يعود يضرنا، وبهالطريقه نحن بنكون عم نعرض حالنا انه نخسر الكالسيوم. فكميه كثير عاليه من البروتين مش منيحه، دائما ننتبه انه يكون كميه معتدله لقد ما نحن بحاجه لها، وننتبه من الدايت كمان مش بس الهاي ان بروتين، في دايت قد ما كثير قويه وكثير قاسيين، كل الوقت فواكه وخضره وديتوكس، بعض الديتوكس اللي هن بيكونوا بس على الفواكه والخضره، هون ما عم ناخذ بروتين. مزبوط، يعني هون كمان عم بضرنا، عم نضعف. ونسبة لما نخسر وزن بطريقة كتير سريعة أكثر من 10% من جسمنا، هون كمان نحن معرضين أكثر لهشاشة العظام. كريستال، يعني هون لا تخو ولا كسر له مخه، يعني لا ناكل كتير أكيد. بروتين ولا نمنع حالنا أكيد. على البروتين أكيد. بالمرة مثل ما ذكرتي تفصلنا فيهم كله، نحكينا عن الكالسيوم، عن الفيتامين دي، عن البروتين. هل يا ترى بس بدي أنقل هيك لبقية القصص اللي ممكن يسببوا ترقق عظم، التدخين قد ايه ممكن يسبب لاشخاص انه يصير معهم هشاشه عظام؟ مزبوط، التدخين والكحول اثنيناتهم اسباب، كل وحده بتشتغل لحالها، يعني مثل ما ننتبه للكالسيوم لازم ننتبه للدخان، لانه بحد ذاته الدخان بياثر على العظام دايركتلي، يعني هو توكسيك، بضر لنا العظام. الدخان بياثر على كل شيء، على القلب، على الرئه، من بيناتهم العظام، ومن بيناتهم يعني عم بيعرضنا اكثر لهشاشه العظام. اكيد لازم نوقفها منعا بتاتا. يعني شو بيعمل يعني دايركتلي؟ يعني الافيه دايركت على العظام، بيأذيهم، بيقتلنا نحن بعظامنا. تنعرف في عنا خلايا بتبني لنا العظم، وفي خلايا بتكسر لنا العظم، اللي هو شيء كثير طبيعي، مش منه منيح. بالعكس، لما بنكسر اجرنا بيجوا المحل اللي مزبوط، محل هيدا وهو مثل سيركل، لازم شيء يتكسر تيرجع شيء ينمي. بس لما هيدا مثل بالانس، لما اكثر عم بيتكسر من ما عم بينبنى، هون بنكون عم بيصير في ترقق عظم، عم بيتطور مع الوقت. نحن بالاول بعمرنا اول 20 سنه بنكون عم نبني، يعني الخلايا المبنيه او اللي بتبني بتكون اكثر من الخلايا اللي بتدور او شغله اكبر. نوصل ل 30 بكون البيك، يعني اكثر شيء معقول ان احنا نوصل له بين ال 25 و 30، وابتداء من هالعمر بدها تبلش تخف. ليه؟ لانه بتاخذ الشغله اكثر تبع اللي بتكسر. من بيناتهم هون الدخان والكحول، الافي تبعهم دايركت، والارجيله اكيد اكيد هو الافي دايركت على العظم، بيقتلنا الخلية اللي بتبني لنا عظمنا. في نقطة كثير مهمة هلا ذكرتي على بنية العظام، وشي يعني لازم نوعي الأهل ونوعي الصغار يلي خصوصي بأول طلعتهم بيتمثلوا بالأجسام عارضات الأزياء وبطلوا ياكلوا. بهالمرحلة بالذات الرجيم يلي كان قاسي على جسمه يمكن بعمر 16 17 18، هل بيكون عرض حاله فيما بعد لشي غلط بعظامه؟ أكيد أكيد. الأوستيوبوروز مش نحن بدنا نفكر فيهم لما يصير عمرنا 50 و60، هو من عمرنا 0 لل30 لازم نفكر إنه قد ما فينا نقوي العظام تبعنا تيكون عندنا هذا البيك العالي، ومن 30 وبعدين لازم نكون عم ننتبه على الفاكتورز اللي عم بيأثروا على عظمنا. هلا لما نكون نحن بالعمر مطرح وين الأدوليسانس بدنا نجرب نعمل دايت، يصير جسمنا مثل عارضات الأزياء، مرات بنفوت بمشاكل صحيه مثل الانوركسي والبوليمي، اللي هن مشاكل ناتجه من الاكل ولكن هي بسيشيك نفسية. بتعرض نفسيه بتعرض الشخص انه يخسر وزن كثير عالي، بيصير وزنه اقل من الطبيعي. عاده نحن تنعرف اذا الشخص عنده وزن طبيعي بنعمل مؤشر كتله الجسم الاي ام سي،
البي ام اي او البادي ماس اندكس او الاي ام سي انديس دو ماس كوربوريل، هو الوزن على مربع الطول، حساب بسيط بنعمله. اذا كان هالحساب اقل من 18.5 هيدا الشخص عنده نقص بالوزن. فيوجولي اللي عندهم هدول المشاكل الانوركسي والبوليمي عندهم وزن كثير ضعيف، يعني هن معرضين اكثر يصير عندهم اوستيوبوروز، وبذات الوقت لانه عم بيعملوا دايت او ما عم بياكلوا عم بينقصهم الكالسيوم والفيتامين دي، يعني هن ما عم بيوصلوا حالهم للبيك اللي حكينا عنه قبل عمر 30، فهن اكيد رح يكونوا later on معرضين اكثر. كريستال، بما انه عم نحكي هون عن نقطه الانوركسي والبولومي، الانوركسي اللي هو الانسان يمكن اللي بيستفرغ غصبا عنه لضعف حاله، هي اللي بتشوف حاله، البنت اللي بتشوف حالها كثير ناصحه وبتضلها تضعف حاله وبتضلها تشوف حالها ناصحه، بولوميك بالعكس يعني بتكون ما استفرغت، هي اوريدي فيها بتكون بولوميك بتاكل كميه كثير كبيره من الاكل بفتره كثير صغيره، بتكون ساعه ماكسيموم بتاكل كميه كثير عاليه، ومرات بيرفقها هيدا الشيء الاستفراغ حتى ما تنصح. سؤالي، انخفاض بالوزن بيؤدي الى تركك العظم؟ نعم، يعني اذا خفضتوا وزنكم اقل اكثر من 10% من الوزن عرضتوا حالكم اكثر لهشاشه العظام، واذا كان الوزن الاجمالي تبعنا اقل كمؤشر كتله الجسم من 18.5 كان مع انوركسي او مش انوركسي، مع بوليمي او مش مع بوليمي، نحن معرضين اكثر لهشاشه العظام، هيدا واحد من الاسباب مثل الاسباب الثانيه. واللي بيعم يجروا عمليات هلا بتعرفي قد ايه دارجه، ان كان سليف للمعده او غيرها، انه و كمان هول قد ايه معرضين للاوستيوبوروزيس؟ هلا الاشخاص اللي عندهم وزن زايد وعملوا ربط معده عندهم اول شيء هن شيء منيح لألون، هذا الوزن الزايد عم بيساعدهم، هيدي بركي الشغله الوحيده بالوزن الزايد منيح للشخص، ايجابيه الوحيده ايجابيه، اذا وقعوا في شيء بيحميهم هالشغله. ثاني شيء ما بيقولوا اللحم بدف الشخص وشكله كمان بيحمي بذات الوقت، لانه هيدي وحده من القصص ليه الرياضه بتساعد لهشاشه العظام، لما العظم تبعنا بيحموا الوزن، مثل الاشخاص اللي عندهم وزن زايد عم بيحملوا وزن، بكون انه كل الوقت مثل عم بيعملوا له ستيميوليشن للعظم تبعهم، بكون عم بالعكس عم بيساعدون. دونك هيدا ثاني شغله كيف زياده الوزن تقدر تساعد العظام، بس اكيد زياده الوزن العاليه كثير هون رح يكون بدي لك عم تشوفي امراض وامراض هون حرام العظام قد ايه بده يحملوا وزن، مظبوط يصير وجع الكبه وجع ظهر وجع عظام، فلا انه نحن عم نفسر انه وزن شوي زياده بيحمي بس، ولكن ما تبتجوا انه تزيدوا وزنكم تتحموا حالكم من هشاشه العظام. ولكن الملفت للنظر هو انه الاشخاص اللي عندهم زياده دهون بجسمهم عندهم نقص بالفيتامين دي، يعني اغلب الاشخاص اللي عندهم وزن زايد بتعملي لهم فيتامين دي تست بتلاقيه واطي. ليه ما بتخلقون اشعه الشمس؟ لا، لانه الفيتامين دي رح تنحبس بقلب الخليه تبع الدهون وما بتظهر، فهن بحاجه لكميه فيتامين دي اكثر من غيرهم، فينتبهوا بليز. ولما نعمل العمليه تنضعف بحد ذاته الضعف ايه للاسف من ميلي عم بيساعدهم ضد السكر وامراض القلب والامراض الثانيه اللي هي معقوله تسببها زياده الوزن، ولكن بذات الوقت بيكونوا عم بيحرضوا حالهم شوي اكثر لهشاشه العظام، منشان هيك ينتبهوا على الكالسيوم، ينتبهوا على الفيتامين دي، يعني مع انه ضعفوا بس على القليله يظبطوا غير عوامل، ما يدخنوا، ما يشربوا كحول، ياخذوا الكالسيوم والفيتامين دي، يعملوا رياضه تيكونوا عم قد ما فيهم عم ينتبهوا على هدوليك العوامل. تحدثتي انه لازم نعمل رياضه صح. اذا عندنا ترقق عظم ضروري، يعني بيقدر العظم بيحمل هون انه الانسان يمارس الرياضه هو، او بالاجمال لازم نمارس الرياضه للصحه العامه، يعني الرياضه لا. عامه لكل شيء. هو الرياضه بيساعد ضد هشاشه العظام، بيحمينا من هشاشه العظام، يعني النساء اللي بتقعد اكثر من 9 ساعات بالنهار قاعده فرجوا انه هن معرضين اكثر يصير عندهم اوستيوبوروز من الاشخاص اللي بيقعدوا اقل من 6 ساعات على الكرسي. هلا مش لكن عم نحكي عود، نحن عم نحكي رياضه، بس هو بنبلش نحن فتنا على الجيم مشينا بالحياه مزبوط، بس نحن دائما بنبلش انه نحن حياتنا لازم تكون اكتف، يعني ما نكون كل الوقت قاعدين، لازم يكون حياتنا الطبيعيه فيها حركه، مش بس نفكر بالسبار لانه هي رح تفيدنا، سبار مرات قلنا جلاده، مرات قدرنا نروح، مرات سخنا، وكل ما نكون اكتف كل ما رح نساعد مرة حالنا، مره ما معنا الا نمشي على الطريق مزبوط، هيدا ارخص رياضه ممكن حد البيت اكيد. فرياضة فرجيت انه هي اذا عملنا رياضه بانتظام بتساعدنا ضد هشاشه العظام، لانه ان كان
عم نمشي عم نحمل وزننا، ان كنا عم نركض ان كنا عم نحمل اثقال، كلهم هدول بيفيدوا. ما بينكسر عظمنا على كثره اذا عملنا سبور ثقيل؟ لا، هو يعني اكيد كل واحد لازم ينتبه على قد هو جسمه بيتحمل. اكيد حدا ضعيف عم فيه 50 كيلو ما يحمل 200 بلش كيلو، بلش يجتهد يعني بلش يجتهد، لازم بلش تدريجيا. ولكن الاوزان بتساعد العظم انه نعمل لها ستيميليشن. حتى المشي لانه عم نحمل وزننا بنكون عم نعمل لهم ستيميليشن. طب العكس صحيح، اذا حدا عنده ترقق عظام هل بيسوى يعني؟ هل بيسوى ولا بده يضل يخاف؟ ولا يعني بس نرجع نركز يعني في كثير اشخاص بيقولوا سكي انه هيدي رياضه كثير خطره، مع انه يمكن الاجر يعني بمحل يلي ممكن تنكسر منا هالقد معرضه، هي من اقوى شيء بجسم الانسان يعني عظمه الفخذ وتحت الركبه كثير بتبقى قويه. مزبوط، كثير لازم ننتبه شو هن الاكسرسايز المهمين للاوستيوبوروز. هلا برا في الخارج وفي امريكا وفرنسا في عندهم بروجرامات خاصه للاشخاص اللي مصابين بالاوستيوبوروز. ليك شو حلو يعني بيظبطوا الاكزرسايز، اي نوع رياضه يعني بيكون ما كثير قوي بس بذات الوقت بيعمل لهم سيميليشن لعده مناطق بجسمه. نحن بنعرف اقوى جيم اكثر شيء بينصحوا فيه لان ما بتعمل كثير ايفور. ايه يعني هلا رح احكيك كمان على الناتاسيون، بس الكلمة بدي اقوله انه لازم عده رياضه لانه كل واحد بيكون مثل عم بيعمل سيميليشن للعضل بشكل مختلف. ذات الشيء للعظام، يعني اذا مشينا بنكون عم نحرك بركه اكثر اجرينا وشويه ايدينا، لازم نعمل غير تمارين تنحرك غير انواع من العظام تبعنا. كرمال الناتاسيون او السباحه لازم نعرف بتفيد للسكري للكارديوفاسكولار ديزيز، بس ما كثير بفيد للاشخاص لترقق العظام. ليه؟ لانه ما بكونوا عم يحملوا وزنهم، المي عم تحمل لهم وزنهم، يعني ما عم نعمل سيميوليشن للعظام. ولكن منيحه للاشخاص اللي عندهم ديسك، عندهم اوريدي مشاكل ما بيقدروا يحملوا وزنهم. يعني اذا عملوا حركات ممكن تعطيهم نتيجه اكثر من السباحه. هي ذاتها لانه هي حسب الطريقه، ولكن اكيد بيكون في عندك مونيتور بالاكوا جيم بيكون عم تتبعيه، بتكون مدروسه اكثر. ولكن تينتهم بيقدروا يفيدوا الشخص اذا عنده مثلا مشاكل مثل الديسك، ولكن اذا الشخص عنده اوستيوبوروز يفكر كمان بغير انواع. ذكرت انه باوروبا وبامريكا عندهم انواع معينه للاوستيوبوروسيس. لنفترض انه اليوم نحن حابين نعمل بزنس جديد ونقدم رياضات معينه لتركك العظام، شو هن تحديدا هالرياضات اللي لازم؟ مظاهرات نعطيهم من عنا هيك لنفوت بالتفصيل يعني. ما لا ما فينا نفوت كثير بالتفاصيل لانه هدول تمارين جديده. عجبتني الفكره انه واحد يعملها بزنس جديد عن جد. هو بس يعملوا كور يكون مختص اكثر للاشخاص اللي عندهم اوستيوبوروسيس، ما يكون فيها تمارين كثير نطنطه وريسك انه يقلبوا. لانه هو ليش مش كثير منيح مثلا السكي لالهم؟ لانه حيكونوا معرضين اكثر يوقعوا، اذا وقعوا اوريدي العظام تبعهم ركيك فرح يكونوا معرضين اكثر انه يكسروها، يكسروا بركي الورك اكثر من العظام اللي عنهم. بس اوقات لما تصير في شيء غلط وتشكل السكي بالثلج يعني بتحسي بيوصل محل كثير خطر على الاجر بمنطقه الركبه. قبل ما نختم كريستال، يعني بنحس بالدرجه الاولى عم نقول قد ايه الحليب واهميته، بس نحن بالشرق الاوسط يعني حكينا عن الانتوليرانس او يلي ما بنقدر نهضم، كلنا عندنا بشكل عام هالنقص بالانزيم. برأيك الأجيال الجاية رح تضلها هيك ولا عم تتغير؟ ما بعرف، بس إن شاء الله لا تتحسن. بس أنا اللي بدي أقوله أنه مثلا بأوروبا بسويسرا أو بفرنسا هن معرضين أكثر يصير معهم أوستيوبوروز، مع أنه كثير بياخذوا حليب ومشتقاته لأنه ما بيشوفوا الشمس يعني بالمرة. الفكرة من ميلة تاني بيشوفوا الشمس، نحن بنشوف الشمس بس نحن كمان عنا الفيتامين جي واطي. يعني بالنهاية بدي أقوله مش بس نتطلع على الحليب ومشتقاته وننسى كل شيء باقي، لازم نتطلع على الحليب ومشتقاته، الكالسيوم، الفيتامين دي، البروتيين، الكافيين، الرياضة، الدخان، الألكول، فقدان الوزن، الدايتس اللي عم نعملها. يعني تخيلي كم عوامل عديدة عم نعددها. ما نوقف على الحليب ومشتقاته، نبلش نشتغل بالبقية قبل ما نفكر إنه عم نعمل بانيك انه اذا ما بنقدر نشرب الحليب ومشتقاته. كريستال، يعني هذه كانت نصائحك الاخيره لكل المشاهدين عم بيتابعونا اليوم حول تركك العظام او الاوستيوبوروسيس. شكرا لك ويعطيك الف عافيه عن كل هالمعلومات القيمه اللي اعطيتينا اياها. شخصيا انا كثير استفدت بقصص ما كنت اعرفها الحمد لله قبل. واهلا وسهلا فيك بعيون بيروت.